صباح الخير يا استاذ خالد. صباح الخير يا فندم. ايه المشكله والحل فين والحل عند مين؟ اتفضل يا استاذ منى. ابدا بس الاول اقول صباح الخير للساده الطيبين. كل صباح الخير. طيب فندم، هي مشكله الجامعه العماليه او المؤسسه الثقافيه العماليه تحديدا مشكله، يعني في تعثر مالي موجود في المؤسسه بعد 25 يناير. تعرف طبعا كان في خروج هربات شهويه كتير جدا. الجامعه عانت زي اي مؤسسه في الدوله من المؤسسات، عانت من الظروف الماليه. الوضع دوت كان سبب في عدد كبير من الاحتياجات خلال الفتره اللي فاتت تدخلت فيها وزاره القوى العامله، لكن للاسف الشديد تدخلت بشكل تاني مختلف في اثاره العمال نفسها على الاتحاد العام وعلى المؤسسه بشكل كبير جدا. ولحد ما فوجئنا في الفتره اللي فاتت ديت ان الجامعه العماليه اصبحت مطلوب انها يعني ما تستقبلش طلاب. قرار اتاخد بعد اجتماع سري اتعمل بعد ثورتين، يعني اجتماع سري لست وزراء اجتمعوا وعملوا اجتماع اتكلموا فيه عن الجامعه العماليه وانه لازم ناخد قرار ونعمل حمله اعلاميه ونهيئ الراي العام ووزير الفساد، يعني كلام كبير قوي كده اتعمل في اجتماع سري بين ست وزراء بعد ثورتين في عهد احنا بنتكلم فيه. المشكله اللي موجوده في الجامعه او اللي موجوده عندنا، احنا جامعه موجوده ليها 11 فرع. هي الجامعه اللي بعد الازهر على طول في عدد الفروع في مصر. جامعه قطاع خاص ولكنها بمصروفات بسيطه جدا لا تزيد عن ال 4000 جنيه. بتعاني دلوقتي من ان في مواجهه ليها او بمعنى صح منافسه ليها من شركات من الجامعات الخاصه. مطلوب ان المؤسسه دي او الجامعه دي تشتغل بس تثقيف عمالي، مع ملاحظه ان احنا المصروفات بتاعت الطلبه او اللي بيدفع للطلبه هو اللي بيصرف، هو اللي بيصرف لنفسه على المؤسسه الثقافيه العماليه في التثقيف العمالي. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو اصلا تبعيتها تابعه للاتحاد العام لعمال مصر صح كده؟ نعم. ولا لا؟ صح نعم مظبوط. طيب اذا اي قرار كان يتعلق بيها مش المفترض كنتوا تبقوا حاضرين في هذا القرار متخذ رايكم؟ هو احنا فوجئنا. اتفضل يا استاذ بنم. ايوه فهمت. احنا فوجئنا بان بيستبعد دايما الاتحاد في الاجتماعات السريه ديت او في القرارات اللي بتتاخد ضد الجامعه العماليه والمؤسسه. انا واحد من الناس، انا بتهم وزاره القوى العامله ناهد العشري ان هي اللي ورا الموضوع ده اساسا. هي واخده الموضوع ده بشكل معين، مع بالرغم انها كانت عضو مجلس اداره جوه المؤسسه الثقافيه العمانيه وتعلم الظروف اللي احنا موجودين فيها. كانت موجوده معانا من 2012 ل 2013 وتعلم الظروف الماليه اللي موجوده فيها المؤسسه. احنا ما نعرفش ايه السبب في ان النهارده نيجي نلاقي الجامعه العماليه بتضرب هذه الضربه واللي صالح يعني جامعات خاصه. طيب انا انا بس وحضرتك بتتكلم يهمنا نقول انه وزيره القوى العامله اللي يعني اتذكر اسمها دلوقتي وليها كل الحق في الرد او من ينوب عنها، سواء متحدث رسمي عن الوزاره، حد طبعاً مسؤول الملف الخاص بالجامعه العماليه في الوزاره، اي حد. طبعا هي وزيره القوى العامله هي الدكتوره ناهد العشري، فطبعا هي ليها الحق تماما ان هي ترد. طيب استاذ عبد المنعم، انتوا الخطوات اللي جايه ايه دلوقتي؟ احنا حاليا يعني في تعيين لرئيس جامعه اكاديمي ان شاء الله، وبنحاول في الفتره ديت ان احنا يعني نتصرف في اصل من الاصول اللي ملك المؤسسه الثقافيه العماليه عشان نحل الازمه الماليه اللي بتعاني منها المؤسسه. انما انتم مصرين هتكملوا على موقفكم ان انتم جامعه وبتستقبل طلاب؟ اكيد طبعا. احنا من حقنا، احنا مؤسسه ليها ان هي تدبر موارد لصالح التثقيف العمالي الخاص بيها، ده حق موجود لينا ودي ملكيه خاصه الدستور حماها اساسا، ما ينفعش يتدخل فيها حد بالشكل اللي احنا بنشوفه حاليا. ده كلام مهم ومحتاجين نسمع فعلا، بغض النظر انه اسم الوزيره جه في الكلام ولا لا، احنا اصلا محتاجين نسمع رد من الوزيره طالما هذا الملف عندها. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد.